اسمي خديجة، سن 43 سنة، مستواي عندي الماجستير في القانون باللغة الفرنسية. كنت كنشتغل كمسيرة في شركة ديال تأمين كبيرة، مطلقة، عندي طفلين صغار. كنت كنعيش حياة هادئة زوينة بزاف مع وليداتي، ما كاين حتى شي مشكل، كما تيقولوا لا في اون غوز، الحمد لله. عائلتي حتى هي عائلة الحمد لله مثقفة، محافظة، متوسطة، بخير. يعني ما عنديش شي حاجة اللي غنقدر نخاف منها ولا غنخاف عليها أبا ولادي. في يوم من الأيام انقلبت حياتي رأسا على عقب، مشكل كبير ما كنتش كنظنه، كبر، هو أصلا كان كبير وما كنتش حاسة بوجوده نهائيا. كان سببه عز صديقاتي، كنت كنعرفها مدة سنين، كان عندها سوارت ديال البيت ديالي، كان ولادها هما ولادي، كانت حياتها هي حياتي. كنت كنثق فيها أكثر من راسي، كانت لفعة في داري، كانت أي بلاصة نمشي ليها إلا ما قلتش لها أنا غنمشي ليها كنحس بشي حاجة ناقصاني لهالدرجة. إلا كنت في العمل ديالي عيطت ليها وقلت لها عافاك دوزي للدار نجي نلقاك. كتعرفي هذيك لانتيميتي اللي كتكون اونتخ دو بيرسون كي سو شيرش، سي كوم سا، حسيت براسي بحال اختي اللي ما ولدتهاش ليا امي. في يوم من الايام كانت طرحات عليا واحد المشكل، قالت لي راه عندي مشكل ديال الناس كيتسالوني شي فلوس، وانا كنت على علم بهذا المشكل هذا، وانما ما انا بحكم طبيعي ماشي فضوليه جدا، كنخليك انت اللي تجي عندي وتحكي لي المشكل ديالك بطلاقه، ماشي انا اللي غنبحث عليه، اولا غادي نخليك تخرجي من لا زون دو كونفور ديالك ونجبرك على انك تحكي ليا. عرفت واش عندها شي مشاكل مع زوجها هذا؟ قالت لي راه خاصني واحد القدر ديال الفلوس، وهذاك القدر الناس غير كاين شي ناس اللي غيعطيهم ليا، ولا انما خاصهم ضمان بحكم هي ما عندهاش شيكات. انا الشيكات اللي كانوا عندي ليميتي، كتعرفي لو كارني دو شيك اللي تكون فيه غير 25، قلت لها غنعطيك انا شيك دو غارونتي على اساس ان غادي تستلفي هذوك الفلوس وتقضي بهم المشاكل ديالك، ولاني ترديهم ترد لي زعما داك الشيك غادي يكون عند انسان لي ثقه. انا ما تخيلتش نهائيا ولا تصورت على بالي بان ممكن غدير هاد الخطوه اللي درت معها. انا درتها ماشي بغباء، او لا درتها بعفويه، عفويه ساذجه. باقي ما عطيتها حتى حاجه، ملي عطيتو لها قالت لي لا من الاحسن، انا قال لي السيد جيب لي شيك اونور لا سوسيتي باش نضمن فلوس ديالي. انا كان عندي شيكات ديال لا سوسيتي. قلت لها شوفي غندير معاك واحد المغامره، ولان ما تخطرش ليا على بالي بان غوقع مشكل كبير. قلت لها وليني امو تردي ليا. قلت لي صافي الله يهديك خديجه واش حنايا كنلعبو. قلت لها شوفي امو تردي ليا، ترجعينا فلوس ما تردي ليا. عطيته ليها، مشات عمرت فيه 45 مليون هي وصديق ديالها، ودفعته وتخلصت فيه. طحت في مشكل كبير بليلة وعشي وضحى. جو عندي شرطة البيت ديالي كدقوا عليا، سلام سلام، اسم كريم تطان، احنا الشرطة ولائية، مرحبا. لقوني قالوا شكون معاك في البيت؟ قلت لهم عندي وليداتي. لقوني كنحفظ فيهم، حاطه كتبات ديال وليداتي الكوتي كنحفظ فيهم، كتستعد ندير العشاء، يعني اسره صغيره ميمثاليه الحمد لله. هما تصدموا، الضابط تصدم،
قال لي ما عرفتش تبليت ملي شفت الاطفال وكتوبه وانتي وهذا الوضع اللي هو هادئ. بديت كنتسائل مع راسي اش ممكن هاد السيده تكون دارت. قال لي ممكن نهضر معاك على جن. قلت لي اه مرحبا ما كاين حتى مشكل. قال لي عرفتي علاش حنايا؟ انا قلت لي لا سيدي والله ما عرفتك، ما ياك ما عنديش بخوصي في الطوموبيل، ياك ما ضربت شي حد وانا ما سيقاش الخبر، ياك موليني ما غاديش تجيو عندي بهذا الشكل، ياك ما الوالده ديالي، ياك ما الوالد ديالي، والدي الله يرحمه توفات، ياك ما الوالد، ياك ما شي حد، انا مشاش ليا بالي. انا قال لي كان عندك في امانتك واحد لوشيك بسميك لا سوسيتي هذيك؟ قال لي نعم. صرفتيه؟ لا. أعطيتي لشي حد؟ فلانة فلانة؟ نعم. تخباك بأن صرفاته؟ كون صبت نولي فرخ حمامة تنشق الأرض وتبلعني نختفي. وتمنيت ديك اللحظة نغمض عيني نرمش نحل نلقى راسي في عالم آخر او لا ان كوشمار اللي غنفيق. كنقول يا ربي نفيق، انا كنحلم كنعبط في راسي كنقول غنفيق دابا لا غنفيق سي با بوسيبل. كندير بحال هكا كنلقاهم واقفين بجوج، يعني ماشي حلم، كاوز غنعيشو من ديك اللحظه. وداك الضابط كنشكرو تعامل معايا بكل احترام بكل ادب. ما لقيناهاش. ملقيناهاش. وباش يعاود معايا التحقيق خصني نغادر البيت، خصني ديك الساعه ديوني وعندي طفلين كي غندير معاهم. طلبت قلت لي الله يجزك بخير وليداتي ما بغيتوش يشوفون. قال لي ما غندير معاك حتى شي اجراء نهائيا بحال حنا خوتك جينا عندك. كنشكر هذوك الضباط تعاملوا معايا زوين واحترموا وجود وليداتي، احترموا شعورهم بجوجهم، كل واحد هز واحد. قال لي فاش غادي ديري؟ حنا ما غاديش ندوك في بارتنير، ما غاديش ندوك ديال الامن الوطني. عندك سيارتك؟ قلت لهم نعم. قال لي غادي تمشي للولايه وتاخدي وليداتك اللور وحنا غنتبعوك حيت احترمناك. قال لي باقا نعقل. قال لي حنا شرطه قضائيه، حنا من شوف ديال الانسان كنعرفوه داير اولا ما دايرش ولا ينقض ما شاء فعل، ان شاء الله يكون خير. مشيت معاهم داروا معايا تحقيقات. قبل ما يديروا التحقيقات عيطت للطليق ديالي، درت تسليم ديال القصيرين بكل هدوء، بحسو حتى حاجه بحال غادي لدارو. حتى الطريقه باش تعامل مع ولادي ما نساهاش، ولاني واخا حيت طلبتهم قلت لهم ما بغيتهمش يتخيلوا شي نهار او لا تبقى لي معلقه في الذاكره ديالهم هذا المنظر ديال الاعتقال ديال ماماهم. وفعلا حقوا لي داك الشيء، جا باباهم داهم وبقيت في التحقيقات. المفاجأة الكبرى الكبر من هادي هو أنا في خدمة التحقيقات عطيتهم الاسم والكنية ديال السيدة اللي عطيتها لوشك، لقيتها أنها غوشيغ شي جوج مرات، أنها في طور البحث أصلا. كيفاش ممكن أنك تعيشي مع إنسانة وتشاركيها حياتك وما تعرفيش بأن عندها مشاكل قضائية بأن غوشيغ شي، وتأمنيها على ولادك وتأمنيها على دارك ولا بيتك ولا فراشك، وهي ديجا عندها جوج بلانات كما تيقولوا، والثالث هو ديالك. ممنوعة من مغادرة التراب الوطني، ممنوعة من إصدار شيكات. عرفتي كنهضر معاك دابا كيقشعر لي البدن، واش أنا فين كان راسي؟ واش هذا؟ واش تربيتي؟ والسذاجة اللي فيا، ثقتي الغير مشروطة، شنو الديفو فيا أنا؟ يمكن ما كنعرفش، ما عرفتش واش هاد القراية كلها اللي قريتها وتستكمل الدراسة ديالي على الخارج والرجوع المجال العمل 16 عام والناس اللي تخلط معاهم، واش كلهم هاد الناس كلهم بعقلهم وأنا ماشي بعقلي؟ النهار الاول اللي دوزته هنا في السجن اول حاجه فكرت فيها، اول حاجه اللي كانت كتجيني على بالي شكون انا. كتعرفي لو ريسيكلاج اعاده تانيب، ماشي تانيب ضمير، بديت كنقلب على راسي اصلا انا شكون في هذا العالم هذا،
انا راه ما يمكنش نكون مالك، انا انسان عندي اخطاء ديالي وعندي صفات خايبه وصفات خايبه، انسان عادي. كيفاش ممكن انك تشاركي شي حاجه مع انسان بهذا الشكل؟ واش لفعه كانت جالسه حدايا وكنت كنشوفها مالك؟ راه ما يمكنش. ملي بديت كنرجع اسطوانه ديال حياتي معاه واللقطات، كنت كنشوف كاينين دي السيني انا ما رديتش ليهم البال، كاينين الكلمات كانت كتقال عفويه، كاين دي السيني من عند الله سبحانه وتعالى كنت كنعطيوها اهتمام، كنت كنوقف عندها حتى ربي كيعطيك اشاره الاولى واشاره الثانيه واشاره الثالثه، لانتويسيون ديالك كتخدم. مازال ما تحكمتش، كنتظر الحكم ديالي وانا عارفه غادي انا مخطئه اصلا، انا مذنبه شهرين دابا. ما كندوزش السجن، باقي ما كندوزوش، كندوز حاله اعتقال. ملي غادي يجي الحكم ديالي غنعيش حاله السجن، انا معتقله باقي ما عرفاش المصير ديالي. كل دقيقه الدموع جفت، مابقاش عندي علاش نبكي، وليت خايفه لي عمى ولي عينيا ملي نخرج ما نلقاهمش. كنتمنى ما يبقاوش عاقلين هذيك اللحظه، فقط الشيء الوحيد كاعس في نفسي، ماما فين غادي؟ لا ولدي ماما ما كاينش حجر صحي، راه 9 الليل غنرجعو. لا غنرجعو ولدي، كنشكر الضباط بزاف، كنشكرهم من قلبي والله، وخا الظرف كان خيب وانما باش تعاملوا معايا ومع ولادي ما كيتنساوش، الله يجازيهم بخير، احترموني واحترموا سنهم وحاولوا ما امكن ما يعيشوهمش حال الاعتقال. كنشكرهم بزاف بزاف ديال الميساجات، إعادة النظر في حياتي كاملة. كنشكر الله على هاد الاعتقال تا هو نيت باش يسكويني شي شويه، يقويني شويه، وليا باش نخرج شريره من هنا، باش نخرج حاقده من هنا، بتعاده بناء نفسي. نولي نعرف نميز شي شويه، نولي نميز ماشي شويه بزاف كاع نميز. الثقه ولات بالنسبه ليا انا غباء واعتقال، ولا بالنسبه ليا السجن وسلب الحريه. نهار اللي غنثيق فيك، نهار اللي غادي نكون معوله على خطوه، يا اما حياتي تقلب راسا على عقب. الثقه بالنسبه ليا تيغال ايغال شناهي نايفتي ابسولو. انا نثيق فيك ولات بالنسبه لي شي حاجه هي السذاجه. نثيق فيك يعني انا استغليت على نفسي، نثيق فيك يعني انا ممكن اديني خصني ندير ديما ان بورسونتاج في بنادم ملي نهضر معاه اولا ملي نعاشرو، ندير ديما احتمال الغدر. ما نعطيكش الامان 100%، غتجي عندي مصلحتك، غتهضري معايا على مصلحتك. نهار اللي غتجي غتجي على مصلحتك، نهار اللي غتمشي تقادات في مصلحتك، مصلحتك فيا تقادات سيتو. ما يبقاش ليا علاش، ما بقاش كنتسائل دابا. اكيد اني ملي نخرج ان شاء الله ما بقاش الا جيتي عندي مرحبا مشيتي سواء سيان. عندي الانسان يحسب اي اكت غادي يديرو مع شي واحد اخر، يحسب لي ألف حساب، ودير احتمال دائما احتمال الغدر وسوء النيه في الناس. ما بقاش ثقه في الناس، وحيد الانسان السذاجه، يحكم عقله قبل القلب بزاف، فكر بعقلو، يفكر في العواقب اللي ممكن تكون من هاد الخطوه اللي نقدر ندير. مثلا طلبتي مني شي طلب، هذاك الطلب اللي مكانش غادي نفكر في العواقب اكثر من نفكر في الايجابيات، ماشي باش ندير لك انت يا خاطرك انا ندمر حياتي كامله. ولا يكون هاد الانسان شكون هو الا ابوك وامك، انت حرام قبلهم ماشي مشكل. ابار الاب والام لا، اسمح لي بزاف.
أيا جدران السجن تكلمي وحدثي وحكي كيف استعصى السبات. أيا رفيقة السجن والقضبان قصي قصص المساء ملونة بألوان الدم. أيا قلب سلني عن هوايا وعن من هواني وعن من نسي الهوى، فقد أنساني صوت المفاتيح والأقفال، صوت فؤادي صمت وسط صراخ وصراخ مخنوق بصوتي. الجسد يتعبد والسماء تترقب، وروح تتلهف وفؤاد يتعطش، وعيون باهتة ودموع تتسرب تحت الأسرة القديمة.